السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد من صور مامي. هنعمل إن شاء الله مع بعض النهاردة الكلاوي من غير زفارة، طبق جوسي جدا وطعمه حلو، يتاكل ممكن مع العيش مع الرز مع مكرونة. دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم هنقطعها. أول حاجة براحتك، عاوزة تقطعيها شرايح كده كبيرة مفيش مشاكل، عايزة تقطعيها قطع مكعبات صغيرة براحتك يعني. فأنا دلوقتي هقطعها ونشوف هنعمل ايه. كده انا قطعتها وفضلت طبعا ان انا اخليها قطع صغيرة شوية عشان هي بتاخد وقت في السوا غير الكبدة يعني. فانا دلوقتي حطيتها في مصفى عشان تنزل كل الدم الاحمر اللي فيها والمية الحمراء، صفيتها كويس، بعدين هرجعها هنا تاني في البولة اللي كانت فيها الاول. طبعا زي ما اتفقنا عشان ارجعها في البولة دي تاني يبقى انا غسلت البولة دي بعد ما قبل ما احط فيها دلوقتي، غسلتها بالبريل والخل قبل ما ارجع فيها دلوقتي لان هي الكلاوي كانت فيها قبل ما اقطعها. هحط عليها ايه بقى دلوقتي؟ هحط عليها ليمون، هعصر عليها الليمون ده كده، هحط عليها خل، هسيبها كده في الليمون والخل ده حوالي 10 دقايق. دلوقتي انا سبت الكلاوي منقوعه كده حوالي 10 دقايق، شايفين نزلت ميه لونها ايه؟ لونها بني كده. انا هغسلها كويس قوي من الميه دي لحد ما تنزل ميه بيضه واصفيها كويس في المصفى. انا مش محتاجه الكلاوي بعد ما اغسلها تكون بتسقط اي ميه او فيها اي ميه لان دي زفاره، هتسبب زفاره، الميه اللي نازله من الغسيل بتاعتها هتسبب زفاره، فيبقى انا لازم اصفيها كويس. تمام كده انا غسلتها كويس قوي وشطفتها كويس، هوريكم الميه اللي نازله منها بعد الشطف لونها ايه. شايفين الميه لونها فاتح اهي، ما فيهاش اي سائل من البني اللي هي نزلته. هنحط دلوقتي طاسه على النار فيها معلقه سمنه على معلقه زيت. شايفين ما شاء الله لونها فاتح ازاي. اول حاجه عندي الطاسه مسخنه كويس، هنزل فيها الاول بالدهون بتاعت الكلاوي دي. شوف بس بذرة الليمون ده، هديها رشة ملح ورشة فلفل اسود والتوابل برضه. دلوقتي هحط التوابل عليها، عندي ملح شوية صغيرين وبظبط الملح بعد كده عشان هي تقعد تستوى كتير فمتحدقش مني، ورشة جوز الطيب، كزبرة ناشفة، فلفل اسود وكمون وبابريكا. هحط التوابل عليها دلوقتي. دلوقتي هي نزلت ميه، هسيبها هوطي عليها واخليها النار هاديه واسيبها تشرب الميه اللي هي نزلتها دي. هتطلع دلوقتي معلقه كبيره ثوم مفروم، هقلبها كويس وهدي طبعا النار عليها زي ما اتفقنا لحد ما تشرب الميه اللي هي نزلتها دي. هي كده خلاص دخلت في السوا، قربت تستوى. هنطلع بقى البصل والفلفل الحامي والفلفل البيضي. انت عاوزه تكتفي بالخضار ده ماشي، عايزه تضيفي طماطم مفيش مشكله. انا هضيف طماطمتين عشان الطماطم هتعمل لها صوص كده يتغمس بالعيش. انا كده ضفت لها الطماطم كمان وحطيت لها رشه ملح ورشه فلفل اسود. كده خلاص الكلاوي بتاعتنا استوت، وكده يبقى عندك احلى طبق كلاوي وجوسي في نفس الوقت. شايفين الصوص بتاعها؟ ألف هنا وشيف، جربوه إن شاء الله يعجبكم، وأشوفكم في فيديو جديد من صور مامي. ما ننسوش تعملولي لايك وشير وسبسكرايب لو عجبكم الفيديو. أشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.